بهيدي اللحظات رح ننتقل لفقره إلها حل، ومعي دكتور رائد محسن مثل العاده اختصاصي بالارشاد والتوجيه الزواجي والعائلي. كل تنين عم نكون سوا اليوم. موضوعنا استكمال للي ابتديناه الاسبوع الماضي. اليوم رح نحكي عن التواصل مع شريك سابق خلال الزواج الحالي. دكتور رائد صباح الخير. صباح الخير لك ولكل مشاهدك ومشاهدين. اهلا وسهلا. اهلا فيك. من رحم موضوع الماضي عم نكفي اليوم ونحكي. صحيح، احنا حكينا المره الماضيه عن انه كيف الواحد ممكن يرجع على علاقه بعد الطلاق 20 او 25 سنه بعد الطلاق، وما في طلاق بعد 20 سنه او 25 سنه رجع على علاقه لم تستمر عندما كان بالمنتصف العشرينات مثلا. ومنها وقت تفرعنا للحديث عن طيب كيف اذا واحد متزوج وحدا ظهر بحياته من السابق، من العلاقات السابقه. فقلنا لذلك ما نحكي عن موضوع قريب له، اللي هو هل نتواصل مع الاكس، مع شريك او شريكه سابقه او زوجي او زوج سابق، وقد ايه مدى التواصل ايضا؟ ايه المفروض ينحكى فيه؟ ويكون انا دائما بقول هالاشياء لازم نحكى فيها قبل الزواج، عند التعارف، فتره التعارف واكيد فتره الخطوبه المفروض الواحد يحكي اذا في علاقات سابقه، خاصه زواج. اذا نبلش بالزواج اول شيء نبدا بالزواج، إذا كان في زواج سابق، نعم، خاصة إذا في من هذا الزواج أطفال أو مدلول أطفال، يمكن مراهقين ومراهقين، أولاد، ما عندنا أولاد من الزواج السابق، معناتها طبعا لازم نكون على تواصل مع الشريك أو الشريكة السابقة، لا بكل ما يتعلق بأولادنا. على الشريك الحالي أو الزوج الحالي أن يتفهم إنه علاقة زوجته بزوجها السابق حدودها مثل ما بيقولوا وسقفها هو التواصل فيما بينهما بما يخص الاولاد. هلا طبعا يمكن زوجته ما بتحب انها تتواصل مع زوجها السابق حسب كيف كان نوعيه الطلاق واسباب الطلاق. هيدا مساله ثانيه، بس احنا عم نقول بحاله صار في طلاق حضاري يعني ما كان في حدا عم بحارب حدا بالولاد. ايه ما في مشاكل. المفروض يستمر التواصل مع الشريك السابق. طيب اذا ما كان في اولاد بس كان في زواج سابق، طبعا في كتار تحكي قدامهم بيقولوا انه مش اللي بدي اتعاطى مع الشريك السابق، انه اذا ما في اولاد ما ضروري، حتى لو كان طلاق وانفصال بتفاهم وطلاق حضاري ما في لزوم اتواصل معه، الا كتار بيقولوا بحاله وفاه يعني حدا قريب لها من عائلتها، حدا قريب من عائلته. والبعض الاخر بيقول لا، انه ما عليه اذا في تواصل على الاعياد الميلاديه ولو كان رساله نصيه بمعنى كل عيد وانت بخير او على راس السنه او هالمناسبات هيدي اللي كانت تعني لهم يمكن. هل يجوز او لا يجوز؟ مساله تابعة له هلا هو وشريكته، هو وزوجته او شريكته الحاليه، اذا يجوز او لا يجوز. يمكن يزعجها، قد يزعجها ذلك لا زوجته الحاليه او الشريكه، قد يزعجها ذلك وبدهم يلاقوا له بدهم يلاقوا مساحه يتفقوا فيها على هالموضوع هذا قبل الزواج. نعم. او نفس الشيء شريكته او شريكه، ما بدنا نقول شريكته او شريكه السابق بحياتي، انه بيتصل فيها وقت يكون واقع بمشكله، ما في نوع من المشاكل عندما يواجهها يتصل بزوجته او بشريكته السابقه. طيب اذا هي متزوجه هلا مثلا شريكتي السابقه، يمكن ينزعج زوجها انه طب شو اذا عنده مشاكل بتغفل لك؟ اكيد هي بتقول له انه ايه، لانه ما في حدا غيري بيفهم عقله كيف بيشتغل وبعرف روقه. طب هيدي بعرف روقه، التعاطف مع الشريك السابق وين حدوده؟ صار يمكن وقت ليور اكس، لشريكي، لزوجك السابق، انه ان يجد احدا اخر كي يتعاطف معه بهذه المسائل المحدده. اذا كان هالشيء هذا بزوج زوجي وبسبب احراج علاقتك الزوجيه او احراج لك مع، فاذا وين حدودها؟ حدودها الزوجين الحاليين، الشريكين الحاليين هن بحددوه، هيدي حدودها. ما فينا نقول لانه ما ينطبق على هذا الثنائي قد لا ينطبق على ذاك الثنائي. وكل كابل شيء. نعم. بس المهم يكون في تفاهم على الموضوع. او مثلا بس واجهتها مشكله، واجهتها مشكله بالسياره مثلا، او 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 مشكله بالشغل، هو كان يقول لها لزوجته السابقه كيف تتعاطى مع الاداره بشغلها.
مكان العمل بوقت يكون صار في شيء مسائل حساسه هو كان يشور اليها بتعاطي مسائل فنيه فلانيه وهلا عم تتصل فيه. ممكن ممكن بس هل شريكته السابقه توافق؟ نعم واكيد طبعا. يعني اكيد الزوج حتى بتخيل او الشريك الحالي صعب يتقبل هيدا الشيء. البعض بيصعب يتقبلوا هالشيء. من هيك دكتور بالعاده بتصير هاي القصص يعني بصير في تخبيه هون بلكي ببلش الغلط بصير يعني يخبوا عن شريكهم الحالي هالاتصالات او هالالو. خلينا ننطلق من اللي قلتيه هلا كثير مهم. نعم. اذا هي خبت الموضوع هذا انه اتصل فيه شريك سابق زوج سابق وما ضروري انه ما قلت له لزوجي الحالي ما ضروري تقول له لكن سألها أنت اخر مره حكيتي معه؟ قلت له اخر مره حكيت معه من شي 8 اشهر واكتشف فيما بعد انه حكيت معه من اسبوع او من شهر. نعم. والمساله اللي حكيت معه فيها الاكس للشريك السابق مساله كثير غير مهمه وربما قد تكون سخيفه وقد تكون اعتياديه لكن هي اخفت ذلك عن زوجها لانها تعلم تمام العلم والمعرفه انه سيسبب لهما احراج وسيسبب له حاله من نوبه الغضب. بس لانه اخفت عنه هالمعلومه يمكن هو قد يدور في ذهنه انه اخفت معلومه صغيره فاذا باستطاعتها ان تخفي معلومه اهم اكبر مساله يمكن تكون خطره اكثر. مش بس هيك بنقول بالدارج بروح راسه لبعيد ايه او ممكن يقول اكيد في شيء اكثر يعني بتكبر القصه على ليه يعني وكم مره قبل كنت كاذب علي بهالموضوع لما كنت اسالي هلا اكتشفت قبل لم اكتشف نعم اذا كم مره اعطيتيني معلومه خاطئه. طيب هيدي الشفافية التامة بهالموضوع مهمة كثير مهما كان برأيي أنا إنه هلا على الشاب والوالدة هالقد مسألة سخيفة بدي أقول لزوجتي إنه صار كذا كذا الجواب هو نعم خاصة إذا سئلت خاصة إذا سألتني وإلا في إلا من الأول إنه هذا موضوع ما بيعنيكي أنا بعرف حدودي مع شريكتي السابقة وما تسأليني على الموضوع وهي قبلت بذلك مش مشكلة أي مرة بتسألني بقول لا هذا قبل الزواج اتفقنا عليه أنا بعرف حدودي وأنت بتعرف علاقتي معك كيف ما خلي عقلك يروح لأماكن ما لازم رحلة بعلاقة. نعم فهون إذا قبلت كل شيء واحد يعني تقريبا بيقبله قبل الزواج خاصة المسائل المهمة ما في شيء يغيرها بسهولة بعد الزواج كل شيء بيقبل فيه شو ما كان دخلوا بشركاء وشركات سابقات أو اندخلوا ببكرة بوقف التدخين ما وعدتك وقف التدخين بعد الزواج يعني أو قلت لك أنا السيجارة لو شو ما صار ما بتركها أي مسألة الواحد إذا التزم فيها قبل الزواج وكانت مهمة لشريكتي ومنها ثانوية علي أن ألتزم بها لسنواتنا يعني طالما ما عم بيتخطوا الحدود بالأشياء اللي اتفقوا والتزموا فيها مفروض يضلوا الاثنين متقابلين بس صحيح. لما بيصير في تخطي للاتفاق بلكي قبل الزواج هون بتبلش المشاكل صحيح وخليني انا هلا اضيف شغله على مساله هيك عنها انه في اتفاق بيناتهم انه اوكي انا بعرف حدودك وين مع الاكس مع شريكك السابق او حدودك وين مع شريكتك السابقه وقبلين بهالحد الادنى من التواصل مسائل معينه طيب بس عم تلاحظ على زوجها هي كل ما تحكي معه أكثر أوقات ويصير في تواصل مع شريكته السابق بيصير مكتئب وبزيد هم مع همومه معناتها أنه مسألة التعاطف مع الامباثي التعاطف مع شريكته السابق حي وراقي بس عم بتأثر عليه نفسيا وما قادر يفصل في فرق بين التعاطف أي أشعر معها وأساعدها ومعرفة زوجتي لأنه هذا موضوع حكيت فيه قبل بين أن أتقمصها عاطفيا حالة التقمص العاطفي معناتها إيه شو يعني؟ المفروض أشعر ما هي تشعر به وأتفهمها لأنه كنت متزوج منها أو كانت جيرل فريند شريكي سابقة لذلك أنا مخول إنه أسدد النصيحة بس لما أتقمص معناتها إنه لبسني الحالة النفسية اللي هي فيها ولم أستطع الخروج عنها بشكل عم تأثر على مزاج عائلتي وبيتي أو إذا ماني متزوج مع مزاج العلاقه بيني وبين شريكتي بقى هون بحق لها تنزعج انه اوكي انا مع انك تتواصل
بس ما فيك تضلك مأثر هالقد 3 أيام، فيك تتأثر ساعتين وثلاثة كل واحد منهم. إذا تأثر كذا يوم معناتها صار فيه وكأنه المشاعر عم ترجع تتحرك. المضروب لا مضروب مشاعر تجاهها، لا مضروب مشاعر عاطفية شو لكن؟ ليتني كنت معها يعني، لا بس إنه مشاعر ميتة، إنه I feel sorry for her يعني أنا بتعاطف معها بشكل إنه بحزن على حالتها أو مشغول بالي عليها شو صار معها. على مفروض ينشغل بالي، بس انه هل باستطاعتي انفصل انه هيدي شغله البال على الاكس على شريكتي السابقه بموضوع معين، انفصل بمعنى لا يؤثر على علاقتي اذا كان عندي حاليا نعم. المفروض انه مرن حالي تدريجيا انفصل. طيب دكتور اذا بنبعد شوي هيك بس باخر دقيقه عن الحاله الطبيعيه، ولكن في كثير حالات شاذه بهذا الموضوع انه بزواج حاله هن على علاقه ان باراليل مع شريك سابق، وطبعا سمعها وسامعينها كثير يعني هذه خيانه زوجيه. نعم خيانه زوجيه، ما ضروري الخيانه الزوجيه تكون مع شخص جديد قد تعرفت اليها او اليها بعد الزواج. نعم لا، مع حدا من معارفي السابقين او السابقات، ممكن تكون اكس جيرل فريند، ممكن تكون زوجه سابقه، وممكن واحد يقول لا بس ساكي كانت نزوه، ما هي نفس الشيء كانه نزوه مع انسان جديد، ممكن تكون نزوه مع حدا قديم، هيدي بترجع للشريكه حاليه اذا كانت تتفهم ذلك او لا. هلا ايمتى هيدي ممكن انها تصير كثير؟ ممكن تصير كثير لما لم يكن قراري بالانفصال أو الطلاق من علاقة بزواج سابق أو علاقة سابقة، لم يكن كان القرار قرارها، ولكن أنا علي كان أن أقبل بذلك، لكن بعد كل المشاعر عندي إياها للإكس. نعم. الواحد بده ينهي يعني في كلوجر، بده الواحد ينهي العلاقة السابقة، ياخذ وقته قبل الالتزام بعلاقة جديدة. طبعًا طبعًا نعم. وطبعًا إذا الواحد بيقول لا كنا اثنيناتنا موافقين على الطلاق أو الانفصال من علاقة سابقة ولم يكن القرار فقط قرارا، لكن في مسائل لا اجدها الان مع شريكتي كانت موجوده مع شريكتي السابقه. صح. طيب ما هو كل انسان اذا تعرفت عليه ما حدا كامل ما عنده، فاذا كنت انا وراء الكمال وخيل الي انه ساجد هذا الكمال بزوجتي الحاليه او شريكتي الحاليه، ولكن نقصها ما كان عندها الذي كان عندها لشريكتي السابقه، بقى برجع بتممه من هونيك. فاذا هون في عدم قناعه بهالمفهوم، طيب بقولوا ايه انا بدي الكمال ومستعد يكون عندي ثلاث شركات لحتى احصل على الانسان الواحد روحيا بمخيلتي، حتى ولو كان لو كانت هذه مجسده موجوده ب3 أشخاص. اوف هيدي بترجع مساله قيميه ومساله هل هذا من العدل للشريك اللي انت معه الان؟ نعم. ما بعرف اذا بعد ما قلت تقول شيء دكتور رائد. لا انا بقول انه هذه مسائل كثير حساسه ومن الرائجه والسائده، وعلى الواحد يتعاطى معها بحكمه، وما دغري صار شيء من النوع هذا بواحد بقول فاذا خلينا ننفصل. لا ما نحكي فيها، انه نرجع نرسم اعاده رسم حدود. نعم في دول ترجع اعاده رسم حدود. نحن خلينا نقول بالعلاقه كنا مفتكرين كذا، خلينا الثانيتنا نرجع نوافق بدل الطرفين انه يوافقوا على اعاده رسم الحدود مع الشريك السابق، لانه كنا مفتكرين شيء طلع شيء اكثر ما انا كنت مفتكره. اوكي. يعني عدم التسرع. دكتور رائد محسن بدي اتشكرك. نلتقي انا وانت ان الله راد الاسبوع المقبل، شكرا لك.